التحرك سريعا لحل الأزمة اليمنية وتحريك إغاثة عاجلة لملايين اليمنيين كان مطلبين رئيسيين للمنظمات الإنسانية من مجلس الأمن. فالأزمة الإنسانية بحسب هذه المنظمات ستكون كارثية على حاضر ومستقبل اليمن. ومع إخفاق الأمم المتحدة في فعل شيء سوى جمع الأطراف على طاولة التفاوض وصرفهم دون أي نتائج، يعود مجلس الأمن ليجدد مطالبة الأطراف بوقف إراقة الدماء والسماح بفتح ممرات إنسانية. لطالما تكررت هذه المطالبات ورافقتها التحذيرات لأكثر من مرة منذ بدء الانقلاب وعملية اجتياح الميليشيا للعاصمة والمحافظات، لكنها كمن يسقط واجبا عليه لا كمن يريد وضع حد للمأساة. فعلى الرغم من كل هذه الدعوات وتجديد إعلان الهدن وتمديدها، يستمر القتال وتضيق حلقة الحصار أكثر فأكثر. الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ قال أمام سفراء الدول في مجلس الأمن إنه في حاجة إلى الدعم لضمان وقف دائم وشامل لإطلاق النار قبل الجولة المقبلة من المحادثات، مشيرا إلى الصعوبة التي تواجه مفاوضات السلام بين أطراف النزاع، والتي قال إنها كشفت عن انقسامات عميقة وانعدام للثقة بين الجانبين. تعد هذه الجلسة الأولى بشأن اليمن منذ مارس الماضي، وكشفت خلالها تصريحات الدول الأعضاء والمراقبين الدوليين عن خلافات وتوجه مضاد إزاء عملية التحالف العربي في اليمن عبر اتهامه بالوقوف وراء الهجمات ضد المدنيين. لم ينتظر المندوب الدائم لليمن في مجلس الأمن السفير خالد اليماني أن ينهي المبعوث الأممي تقريره، ولا حتى شهادة الدول الأعضاء وتصريحات مندوبها بشأن ما يجب فعله لإنهاء الأزمة في اليمن، فأطلق نداء استغاثة عاجلة لإنقاذ تعز المحاصرة والمنكوبة بعيدا عن الحسابات والتثاقل. طالب اليماني بالتدخل لوقف ما وصفها بالإبادة الجماعية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في تعز، واتهم الميليشيا بحرمان اليمنيين في كافة مناطق البلاد من مساعدات الإغاثة والإتجار بها لتمويل مجهودها الحربي. في هذه القاعة وفي كواليسها لم ولن تنجح الدبلوماسية في إنهاء مآسي الشعوب، فالتاريخ شاهد حي يستحيل نسيانه أو مجادلته. وفي بلد كاليمن يصعب الإطمئنان إلى أن العالم سيضع حدا لمأساته وفق مشاريع حلول يرى كثيرون أنها تساوي بين القاتل والقتيل.